اهلا بيك فرات، اشرح لي واخبار ساره لاصحاب المعاشات. عاجل جدا لاصحاب المعاشات شاهد الجديد في العلاوات الخمس وموعد الحكم النهائي بعد تقرير الخبراء وتدرج العلاوات الخمسه في المعاش، وهنعرف معاكم التفاصيل وايضا هنقول لكم على زياده المعاشات. احنا معاكم في قضيه العلاوات الخمسه لحظه بلحظه، وبنقول لكم كل الاخبار يعني الحلو منها واللي مش ظريف، وان شاء الله تكون كلها اخبار كويسه واخبار حلوه. والجميع بيتساءل قضيه العلاوات الخمسه يعني ايه اخبارها دلوقتي ورايحه على فين، وضعها ايه النهارده، تقرير الخبراء اخباره ايه، خلص ولا لسه، مدته قد ايه، وماذا سيتم بعد الانتهاء من التقرير، هيعملوا ايه، هيقدموه امتى، هيقدموه لمين، هنخلص امتى. كل ده بيتساءل الكثيرين عن الوضع. وما هو الجديد في حكم العلاوات الخمس؟ هل تحددت جلسة نهائية عشان استلام تقرير الخبراء بتوع وزارة العدل؟ وهل ده هيكون الحكم النهائي؟ هل في حاجة بعد كده؟ وإيه هو الموقف الحالي بصراحة؟ وهل في امل بعد كل اللي حصل وكل اللي بيحصل وكل اللي احنا فيه ده دلوقتي؟ وهل بعد كل دوت هيتم صرف المستحقات الماليه؟ وهل هيبقى في تسويف تاني؟ هل في اشتغاله؟ هل في مئات الاسئله اللي بتجينا، واللي يعني سواء بنرد على بعضها او زي ما قلنا هنعمل لكم، بس والله معذره لانشغالي الفتره الماضيه. ايه الوضع، ايه يعني مئات كثيره من الاسئله بتجينا بخصوص الموضوع دوت، وكلها عاوزه اجابات. والحقيقه اللي احنا عودناكم عليها ان كل المؤشرات بتدل على ان الحكم ان شاء الله في صالح اصحاب المعاشات، والمساله مساله وقت يعني، حتى لو كان الموضوع هيطول شويه بس في الاخر ان شاء الله الحكم لصالح اصحاب المعاشات. اللي بيحصل يا جماعه عشان تبقوا عارفين ان القضيه ان الموضوع هيوصل لخبراء وزاره العدل في غضون اسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسه اللي انعقدت، يعني في غضون اسبوعين بيروح الحكم لمكتب الخبراء، وان المده اللي اعطتها المحكمه الاداريه العليا لمكتب الخبراء هي بحد اقصى 27/11، 27 نوفمبر القادم ان شاء الله. دي المدة اللي اعطتها المحكمة لمكتب الخبراء. حد يعني برضو لو حد بيسأل بيقول ده يعني تسود، ما كانتش ادت حد اقصى او يعني يعني وقت نهائي، كانت سابت العملية مفتوحة كده في شهرين ثلاثة اربعة سنة، لكن هم حددوا لهم يوم 27/11 القادم ان شاء الله، ده حد اقصى ولازم يكونوا خلصوا في التوقيت ده ورجعوا بقى التقرير للمحكمة في رأيهم وفي يعني الكلام اللي المحكمة طالباه منهم. ثم بعد ذلك هيبقى في انعقاد جلسة نهائية للنطق بالحكم وإلزام الحكومة المتمثلة في التأمينات الاجتماعية والمعاشات بصرف هذه المستحقات لأصحاب المعاشات. وهنا لابد من اتباع بعض الإجراءات، أولها الاتفاق على قانون للصرف بآلية معينة، ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه واعتماده من السيد رئيس الجمهورية. طيب كيفية تدرج العلاوات الخمسة وزيادة المعاشات؟ الحد الأقصى يا جماعة بداية 1992، وهو أول إضافة علاوة في الأساسي كان ساعتها 250 جنيه، الأساسي كان ساعتها 250 جنيه. أقصى أساسي كان ساعتها 250 جنيه. النسبة هتكون 80% وهي نسبة المتغير من ال 250 جنيه. نشوف بقى دلوقتي كيفية تدرج المعاش. أولا علاوة 1/7/1987 واللي كانت بالقانون رقم 101 كانت 20%. لما ندرج المعاش بقى هنضرب ال 250 جنيه اللي هو الأساسي في 120% هيساوي 300 جنيه زي ما قدام حضراتكم على الشاشة. ثانيا علاوة 1/7/1988 كانت 10%، ولما ندرج المعاش واحنا اتفقنا ان المعاش زاد اصبح من 250 ل 300 جنيه هنضربه في 110% هيساوي 330 جنيه. طب نشوف بعد كده بقى علاوة 1/7/1989 كانت 15%،
ولما ندرج المعاش هيصبح المعاش اللي قبل كده اللي هو اصبح 330 جنيه في 115% هنضربهم في بعض، هيطلع المعاش الجديد اللي هو 379.5 في الجنيه، 379 جنيه ونص. بعد كده هنشوف علاوة 1/7 ل 990 كانت 30%. ال 30% هندرج بيها المعاش ازاي؟ هنضرب ال 379.5 في جنيه اللي هم اخر معاش لبعد الزيادة في 130%، هنلاقي الناتج 493 علامة 35 جنيه. بعد كده هنشوف علاوة 1/7 ل 991 كانت 40%، وتدرج المعاش فيها هيبقى اخر معاش اللي هو 493.35 قرش، 493 جنيه فاصل 35 قرش في 140% بيساوي 690 جنيه فاصل 69 قرش. وهكذا كل علاوة الجديدة هتيجي هنضربها لحد ما نوصل لاخر علاوة في 2022. حد هيسألني يقول الله 2022 هو 2022 هياخدوا علاوات؟ هقول له لأ، ده الاستحقاق المالي لمن خرج من 1/7/1987 حتى 31/12/2019. طيب تعالوا بقى كده نقارن نشوف الخمس علاوات دولت زاد فيهم ايه. المعاش اولا كان 250 جنيه اصبح دلوقتي 690.69، يعني المعاش بعد كده هيصل الى 7000 و8000 و9000 واكتر من كده كمان ان شاء الله. احنا بس بنقول لكم على اللي هي الخمس علاوات الاولى، وما تكلمناش على اثر متجمد، والاثر المتجمد ده له وضع تاني هنبقى نقوله ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله هنعمله لحضراتكم. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هنقول لكم العلاوات كلها بالتدريج، وهنقول الاثر المتجمد، واحنا ان شاء الله احنا بنحاول نجيب لكم كل جديد او كل ما تطرق حاجه نحاول نقولها لكم عشان نطمن حضراتكم. وبنقول لكم برضو وبنكرر كلامنا ان شاء الله، مش يعني مهما طال الوقت ان شاء الله الحكم في صالح حضراتكم، في صالح اصحاب المعاشات والمستحقين. ما تقلقوش، كلها مساله وقت ان شاء الله. صبرتوا كتير ما بقى الا القليل. اصبروا يا جماعه، ما ضاع حق وراءه مطالب. احنا كنا فين من رفض نهائي دلوقتي الاصدر الحكم ورفع الى الخبراء، وان شاء الله دلوقتي العمل شغال ان شاء الله لحد الاقصى زي ما قلنا للرد على المحكمه هو 27/11. الموضوع ان شاء الله مش هيطول، الايام بتجري يا جماعه. احنا خلاص النهارده يعني احنا في شهر 10، خلاص فاضل ما يقرب من يعني شهر او شهر وحاجه بسيطه. ان شاء الله ربنا ييسر امور، ربنا يا رب كده يدي كل واحد حقه، ويعني ان شاء الله تصرفوهم في الخير ويجوا فعلا في ميعادهم. وان شاء الله يعني ما تلاقوش ان شاء الله ربنا بيبقى مأخر كل حاجه، عشان بتيجي في وقتها ان شاء الله هتلاقوا نفسكم في الوقت اللي انتم محتاجين فيه الفلوس دي جت في وقتها ان شاء الله، وتفرحوا ان شاء الله وانتم بتصرفوهم في الخير ان شاء الله. اللي عنده يعني حاجه عايز يعملها، اللي كان مأجل حاجه ان شاء الله الفلوس يعني او حتى تبقى جزء من تغطيه التزاماتكم. ربنا يفرحكم جميعا باولادكم، وان شاء الله ربنا ينصركم وينصرنا جميعا. ما تنسوش تشتركوا في القناه، اللي ما اشتركش دلوقتي ينورنا ويشرفنا ويدعمنا زي اللي منورنا ومكترنا ومشرفنا حبايبنا واصدقائنا المشتركين في القناه. بنشكركم ودعمونا باللايك والشير. لايك كتير يا جماعه مش هتغرم حاجه، لو تخيل وحياتك بتدوس ضغطه لايك بتبقى سبب في ان غيرك يحصل على المعاش، يحصل على الفيديو بتاع المعاشات او اي فيديو احنا بنعمله بسهوله نتيجه كتر اللايكات، بيلاقي الفيديو بسهوله. فده بيبقى في ميزان حسناتك ان انت ساعدت حد من غير ما تقصد بطريقه غير مباشره، هو لقى الفيديو. وتحمد ربنا ان حياتك عندك يعني فكره وامكانيه النت هو ما عندوش، فانت بتساعده كده زي ما تكون بتاخد بايد واحد بتعدي الشارع، فبيبقى في ميزان حسناتك وبيدعي لك ان شاء الله. ربنا يكرم الجميع، ضغطوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد او اختيار قول. ما تنسوناش من صالح دعائكم ان شاء الله، وربنا يكرم الجميع. هنروح ونجيب لكم كل ما هو جديد، كل ما هو محتاج شرح، كل ما هو فيه خير لحضراتكم وفيه يعني استفاده. ما تنسوناش ان شاء الله من دعمكم لينا. واخيرا اسف مره اخرى على الاطاله، كان معكم سيد شاكر من قناه شرح لي، اشوفكم على خير.